أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا زال كلامنا في حديث يزيد بن سليط الزيدي من ذرية زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه، حيث قد التقى بالإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الرضا عليهم الصلاة والسلام في طريق مكة للحج أو العمرة. وفي هذا الحديث الطويل بيان نص كل سابق على الامام اللاحق في المره الاولى التقى يزيد بن سليط بالامام الصادق عليه الصلاه والسلام والامام نص على امامه الامام الكاظم من بعده ثم التقى بالامام الكاظم عليه الصلاه والسلام والامام الكاظم نص على امامه الامام الرضا ثم في مره ثالثه التقى بالامام الرضا ونحن في الحلقات الماضيه تكلمنا حول القسم الاول والثاني من هذا الحديث الشريف وهو لقاؤه مع الإمام الكاظم ومع الإمام الصادق. في هذه الحلقة كلامنا في القسم الثالث وهو لقاؤه مع الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ونص الإمام الرضا على الإمام الجواد. وايضا يزيد ابن سليط ينقل للامام الرضا ان الامام الكاظم ايضا نص على امامه الامام الجواد يعني كما نص في اللقاء الثاني الامام الكاظم على امامه الامام الرضا كذلك نص على إمامة الإمام الجواد، عليهم جميعا الصلاة والسلام. طبعا بالنسبة إلى الإمام الجواد، أمه من النوبة أو النوبة، وهي منطقة في جنوب مصر وشمال السودان، وهي كانت من القبط. كانت قبطية. وكانت من أقرباء ماريا القبطية زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهي كانت تميل إلى السواد. يعني مشبعة بسمرة. لذا كان الإمام الجواد عليه السلام أسمر. وأما ميلاد الإمام الجواد فإن حكمة الله سبحانه وتعالى اقتضت تأخير ميلاده. بحيث أنه لم يولد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام. مولود الا بعد مضي اربعين عاما او اكثر من عمره الشريف وهذا كان مزيدا من الامتحان للامه وايضا كان من اسباب زوال الواقفه لان الواقفه كما ذكرنا فيما مضى هؤلاء كان مجموعه من الاشخاص تصلهم اموال الامام الكاظم عليه السلام ايام كان مسجونا فتكدست عند هؤلاء الاموال بسبب سجن الامام الى ان استشهد الامام بالسم فطمع هؤلاء في المال منهم علي بن أبي حمزة البطائني، ومنهم زياد القندي، ومنهم عثمان بن عيسى الرواسي أو الرواسي. ولو أن عثمان بن عيسى، عثمان بن عيسى تاب بعد ذلك. لكن هؤلاء تكدست عندهم الأموال. فطمعوا في هذه الأموال، وهكذا الدنيا، أحياناً الإنسان لا تكون بيده الدنيا فهو يمشي على الجادة المستقيمة، يعيش في مدينة أجواءها إيمانية، لا يوجد فيها الفسق والفجور، المجتمع ضاغط، تشوف هذا الإنسان يسير على الطريق الصحيح. لكن الله سبحانه وتعالى يمتحن خلقه، (أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين)، فيخلي الإنسان في مواقف صعبة، بحيث أنه إذا هو مربي نفسه، ومقوي ايمانه يتمكن في المواقف الصعبه يجتاز الصعوبات ويجتاز الامتحان بنجاح لكن اذا هو ما مربى نفسه ولا مهذبها تشوف بالموقف الصعب يسقط لذا في المثل المعروف يقال عند الامتحان يكرم المرء أو يوهان الله سبحانه وتعالى يختبر الناس ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فالله سبحانه وتعالى امتحن هؤلاء وغيرهم بوفاة الإمام الكاظم مسموما مسجونا وبتكدس الأموال عندهم. علي بن أبي حمزة الثمالي عشرة آلاف دينار يعني عشرة آلاف ليرة ذهبية. زياد القندي سبعون ألف دينار تكدست عنده. وآخرون تكدست عندهم جواري وأموال وما إلى ذلك. فهؤلاء رأوا انه اذا يعترفون بامامة الامام الرضا عليه الصلاه والسلام لازم هذه الاموال يسلموه إليه من طرف اخر فكروا في ان يستولوا على هذه الاموال بابتداع مذهب جديد. هاي المذاهب اللي تؤسس عادة سبب تأسيسها الطمع في حطام الدنيا. الرسول صلى الله عليه واله قال: ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة. واحدة في الجنة والباقي في النار. كيف تأسست هذه الفرق؟ تأسست بسبب الطمع في الدنيا. الا فرقة واحدة هي التي ارساها الرسول صلى الله عليه واله وسار عليها المؤمنون. زين اسسوا مذهب الواقفه. قالوا ان الكاظم عليه الصلاه والسلام هو المهدي وانه لم يمت. لان احاديث المهدي من الرسول صلى الله عليه واله ومن الائمه الماضين. فطبقوا أحاديث المهدي على الإمام الكاظم، قالوا هو هذا المهدي وهذا ما مات، وإذا مات ماكو إمام بعده هو راح يرجع ويملا الأرض قسطا وعدلا بعد أن ظلمت، بعد أن ملأت ظلما وجورا، أحيانا أهل الباطل ماذا يفعلون الفكرة الصحيحة يطبقوها على المصداق الخاطئ. حفظا لمصالحهم يدرون الناس بفطرتهم يعتقدون بالاله يجي يطبق هذا الاله على صنم حجري او يطبق هذه الفكره على صنم بشري كفرعون وينخدع كثير من الناس او لا يسيرون مع الجو العام أو مع المصلحة. الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا للناس. زين يستفيد من هذه الحقيقة يجي يدعي النبوة يتنبأ كذبا وزورا. ليش؟ طمعا في حطام الدنيا. يدري أن الرسول صلى الله عليه واله بشر بالمهدي وذكر أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا وأنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وفاطمة يجي يطبق هذه الفكرة الصحيحة العقيدة الصحيحة على مصداق خاطئ المنصور العباسي طبقها على ابنه محمد ولذا تشوف الثالث سلاطين بن العباس ماذا يقال له المهدي السفاح الأول المنصور الثاني المهدي الثالث هو مو اسمه المهدي لقبه المهدي اسمه محمد لكن طبق الكلام اللي الرسول صلى الله عليه واله قاله على ابنه محمد ومحمد ابن عبد الله ابن الحسن ابن الحسن عليه السلام هذا محمد ايضا البعض طبقوا عليه أنه هو المهدي. هسه الواقفة اجوا وقفوا على الإمام الكاظم، قالوا هو المهدي إما لم يمت أو إذا مات هو يرجع، زين فهذه الأموال أمانة بإيدنا من نسلمها إلى الرضا عليه الصلاة والسلام، أنكروا إمامة الإمام الرضا طمعًا في حطام الدنيا. ومجموعة من الناس هم اتبعوهم لأن واحد عندما يأسس مذهب باطل أكو في الحديث الشريف ماكو ما مذهب باطل يؤسس إلا ومجموعة من الناس يتبعونه ليش إما جهلا وإما مصلحة الآن شوف أنت أي واحد يطلع يدعي ادعاء باطل عقائدي شوف مجموعة من الناس كالأغنام يتبعوه الكثير منهم جهلا والبعض منهم لا مصلحه يطو فلوس او طمع في مصلحه دنيويه مثلا اخرى مناصب وما الى ذلك فهذا كان امتحان لهؤلاء وللناس والله سبحانه وتعالى زاد في الامتحان انه الامام الرضا تسلم الإمامة ولا ولد له وأكثر من عشر سنوات الإمام الرضا إمام ولا عقب له بحيث أن الواقفة كانوا يتخذون هذا ذريعة في الطعن في إمامة الإمام الرضا يقولون إذا هو هذا إمام وإذا الأئمة 12 زين هذا الثامن وما عنده ولد خلص فالامامه تنقطع فكانوا يستدلون بذلك لابطال الحق وانكار امامه الامام الرضا عليه السلام هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى فهذا استمر الى اكثر من عشر سنوات لان شهاده الامام الكاظم كانت في سنة مية وثلاثة وأما ولادة الإمام الجواد عليه الصلاة والسلام كانت في سنة مية وخمسة أو مية وأربعة يعني أكثر من عشر سنوات بعد استشهاد الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في هذه الفترة الواقفة يستدلون على مذهبهم بأن الرضا عقيم لا ولد له فالله سبحانه وتعالى على كبر رزق الإمام الكاظم بالإمام الجواد عليه السلام أحيانا يصير يشوف واحد مثلا يتزوج لا ينجب سنوات يعالج كذا يقولوا له لازم تتزوج ثانية لأن الخلل من زوجتك الأولى، يتزوج زوجة ثانية، سنوات أيضا لا ينجب، وبعد ذلك بعلاج أو بسبب آخر الله سبحانه وتعالى يرزقه الذرية على كبر. الرسول صلى الله عليه واله من خديجة كان له أولاد الطيب والطاهر والقاسم وزينب وأم كلثوم وفاطمة سلام الله عليها وسلام الله عليهم وعليهن. بعد خديجة الرسول صلى الله عليه واله تزوج بزوجات شتى لكن لم يرزق منهن ولدا ولا بنتا إلا ماريا القبطية ولعل السبب في ذلك أن الرسول كان يتزوج هذه النساء وهن كبار يعني زوجها ميت أو زوجها مطلقها أو زوجها مرتد وهي كبيرة قد تجاوزت سن اليأس بعد ذلك كان يتزوجها لأسباب مذكورة في محالها إلا بعض الزوجات كنا صغار لكن الله سبحانه وتعالى لم يرزقه منهن اولاد الامام الرضا عليه الصلاه والسلام بعد فتره طويله رزق بالامام الجواد عليه الصلاه والسلام ومن بعد الامام الجواد رزق بولد اخر هو الحسين رضوان الله تعالى عليه هذا كان ايضا سبب لابطال مذهب الواقف لان هم كانوا يعني بنوا من اساس مذهبهم على ان الامام الرضا عقيم فلما ولد الامام الجواد وهم يطبلون على هذه النقطة وجعلوه حجر أساس في عقيدتهم الباطلة تفلشت تلك العقيدة وأيضا المعاجز التي ظهرت على يد الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام والنصوص وما إلى ذلك لذا بعض الواقف رجع مثل عثمان بن عيسى الرواسي وغيره أيضا رجعوا الكثير منهم بعد أن تبين لهم الحق في هذا الحديث الشريف الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في البداية يبين بعض فضائل الإمام الجواد يقول لي يزيد بن سليط الزيدي يا يزيد وإذا مررت بهذا الموضع ولقيته، يعني تلقى الإمام الرضا عليه السلام، وستلقاه، فبشره أنه سيولد له غلام أمين مأمون مبارك. هذه بشارة، الإمام الرضا يعلم بأن الله سيرزقه ولدا، لكن أحيانا الإنسان يعلم بشيء ويبشر بذلك الشيء فيسر. يفرح. لأنه سبب السرور ليس فقط العلم بعد الجهل، لا، الخبر الجميل حتى لو الإنسان يعلم به يوجب سروره إذا سمع مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، أنه سيولد له يعني للإمام الرضا سيولد له غلام أمين مأمون مبارك، أمين يعني في نفسه أمين. مأمون يعني عند الله وعند الناس. مبارك يعني ذو خير كثير. لماذا؟ لأنه بسبب ميلاده انهدم ركن مذهب الواقفة. لذا عد في حديث عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا المولود الذي لم يولد مولودٌ اعظم على شيعتنا بركة منه، لأن فتنة الواقفة والتشكيكات التي كانوا يثيرونها بطلت بميلاده عليه السلام، وسيعلمك انك قد لقيتني، يعني الإمام الرضا يعلم بأنك قد لقيت بالإمام الكاظم، فأخبره عند ذلك أن الجارية التي يكون منها هذا الغلام جارية من أهل بيت ماريا جارية رسول الله أم إبراهيم أن المرأة التي ستلد هذا المولود المبارك هي من أهل بيت ماريا القبطية يعني من أقربائها هسه إما أقربائها يعني من القبط من قوميتها أو لا أقربائها في النسب أيضا قريبة لهم وبين قوسين نذكر إن الله سبحانه وتعالى من لطفه بالعباد أن جعل أمهات الأئمة من أقوام شتى تقريبا لهم لأن عندما تصير خؤولة بين إنسان وبين مجموعة من الناس يرغبون إليه فلذا تشوف مثلا أم الإمام زين العابدين من الفرس بنت كسرة ام الامام المهدي حفيدة قيصر من الروم. هناك من امهات المعصومين من مصر، من السودان، من المغرب، من اماكن اخرى، حتى يصير خؤوله بين اولئك الاقوام وبين الائمه عليهم الصلاه والسلام. فان قدرت ان تبلغها مني السلام فافعل، يعني إذا أنت التقيت بها بلغها أن الإمام الكاظم يبلغك السلام قال يزيد فلقيت بعد مضي أبي إبراهيم يعني بعد وفاة الإمام الكاظم بالسم لقيت عليا عليه السلام يعني لقيت الرضا فبدأني فقال يا يزيد ما تقول في العمرة اذهب للعمرة وياك شنو رأيك أنه نسافر فتسافر للعمرة قلت بأبي أنت وأمي ذلك إليك وما عندي نفقة أنا بالخدمة بس ما عندي فلوس حتى أروح إلى العمرة فقال سبحان الله ما نكلفك ولا نكفيك يعني إحنا نقول لك أنه نقترح عليك أنه تعال العمرة ومن ندفع فلوس العمرة ومن ندفع المصاريف معنى ذلك أنه فلنذهب والمصرف علي فخرجنا حتى انتهينا إلى ذلك الموضع الموضع الذي يزيد ابن سليط الزيدي كان قد التقى بالإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ثم التقى بالإمام الكاظم وهذه المرة الثالثة يلتقي في ذلك الموقع مع الإمام الرضا عليه السلام فابتدأني فقال يا يزيد إن هذا الموضع كثيرا ما لقيت فيه جيرتك وعمومتك لأنه يزيد من سليط من ذرية زيد بن علي بن الحسين يعني أبناء عمومة الإمام الصادق والكاظم والرضا عليهم الصلاة والسلام أنت التقيت بهم ذول كبار العشيرة فيسمون بالعمومة حتى الآن هم يتعارف كبير العشيرة حتى لو هو ابن العام يقول هذا عمنا جيرتك يعني لأن الأئمة أيضا كانوا جواره أو لعله كانوا في قوافل في تلك القوافل أيضا من الهاشمين وغير الهاشميين كانوا موجودين قلت نعم ثم قصصت عليه الخبر ما جرى مع الإمام الكاظم فقال لي أما الجارية فلم تجئ بعد لحد الآن ما أخذناها فإذا جاءت بلغتها منه السلام يعني إذا آني هذه الجارية تزوجتها سأبلغها سلام الإمام الكاظم، اللي الإمام الكاظم قال لك لك هسه أنت ما تقدر تلتقي بها، إني إذا التقيت بها راح أبلغها السلام. فانطلقنا إلى مكة، فاشتراها في تلك السنة، فلم تلبث قليلاً حتى حملت فولدت ذلك الغلام. قال يزيد، الإمام الرضا هو كان كبير أبناء الإمام الكاظم. الأوقاف بيدة أوقاف أمير المؤمنين وأوقاف آل أبي طالب كانت تحت إشراف الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام طبعا هي أوقاف ضخمة كانت تدر أموال طائلة وقد ذكرنا فيما مضى أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فترة إقصاء عن السلطة انشغل بالزراعة وهذا في الواقع كان تأسيس لمشروع اقتصادي يدر على الائمة من بعده الاموال حينما تحاصرهم السلطات. السلطات كانت تحاصر الائمة بدءا من الامام الحسن عليه الصلاة والسلام الى اخر امام. فما كانوا يخلون الناس يدفعون اليهم الاموال. ما كانوا يقدرون يتاجرون. عندهم نفقات ضخمة. لانه غير عوائلهم. وأقربائهم عموم الشيعة في مسؤوليتهم هذه صدقات أمير المؤمنين أوقاف أمير المؤمنين ما حد كان يقدر يدعيها لأن الكل يعلمون أنها كانت أراضي بائرة الإمام الأمير المؤمنين شق فيها العيون وغرس فيها الأشجار وأحياها ووقفها فلذلك ما كانوا يتمكنون من مصادرة هذه البساتين والاشجار والنخيل وما الى ذلك. فكانت تدر اموالا على الائمه عليهم الصلاه والسلام لنفقاتهم ونفقات عيالهم واقربائهم و صله المؤمنين واتباعهم من ذلك. زين. الامام الرضا المسؤول هو يتصرف بما يرضي الله سبحانه وتعالى. عندما ما عنده ولد زين الاخوة يقولون هذا بعد كم يوم راح يموت واحنا راح نستولي على هذه الاوقاف فلما ولد الامام الجواد عليه الصلاه والسلام خاب هذا الظن لذا يقول قال يزيد وكان اخوة علي يرجون ان يرثوه لان اذا واحد ما عنده ابناء من ورثته الطبقه الثانيه الطبقه الثانيه من هم الاخوه لان الطبقه الاولى الاباء والامهات والابناء زين يعني اذا اباء اذا ابوه وامه ميتين قبل ذلك أبناءهم ما عنده الورثة من يكون الطبقه الثانيه الطبقه الثانيه منهم الاخوه والاجداد وكان اخوه علي يرجون ان يرثوه لكن لما الامام الرضا تزوج بهذه المرأة النوبية وولد الإمام الجواد يزيد يقول فعادوني إخوته من غير ذنب يقول أنا ما كنت سبب في هذا الزواج لكن هم تصوروا أني كنت سببا في هذا الزواج فقال لهم إسحاق بن جعفر يعني عم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أنتم لا تعادون يزيد لأن يزيد بن سليط هذا إنسان ذو فاضل وذو منزلة هو مو السبب الله سبحانه وتعالى هو السبب ليش تعادون هذا فقال إسحاق بن جعفر والله لقد رأيته وإنه ليقعد من أبي إبراهيم بالمجلس الذي لا أجلس فيه أنا يعني الامام الكاظم يعز اكثر مني اللي اني اخوه اسحاق بن جعفر وموسى بن جعفر هذا انسان مقرب الى الامام الكاظم الى والدكم فليش تعادوا؟ هو مو السبب الله سبحانه وتعالى هو الذي سبب الاسباب فولد الامام الجواد هذا نهايه الحديث الرابع عشر من باب الاشارة والنص على ابي الحسن الرضا حديث طويل يتضمن الاشارة والنص على الامام الكاظم والامام الرضا والامام الجواد وهناك احاديث اخرى نتركها الى حلقات قادمة هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد واله الطاهرين